السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معانا إضافة جوجل. الإضافة دي بسيطة جدا، من خلالها تقدر تترجم مثلا مقال أو سطر في أي موقع أجنبي وبلغات كتير. في البداية هنبدأ نضيف الإضافة على المتصفح، هنرسم على Edit، هنا في ملف بيتحمل تبع الإضافة، لازم تسيبه يتحمل براحته خالص. خلاص كده الإضافة تم إضافتها للمتصفح. عشان انت تترجم مثلا من انجليزي لعربي، هندوس كده على الإضافة نفسها من فوق اهي، وهنا اوبشن، طبعا دي انجليش هنخليها عربي عشان تترجم من عربي من انجليزي لعربي، تمام. وفي الاخر هندوس سيف. هنبدأ مثلا نترجم اي سطر كده، نخش على موقع اجنبي وليكن ويكيبيديا مثلا، ترجم السطر ده هندوس عليه كده، هنحدد على اي سطر انت عايز او اي حاجه انت عايزها، وهندوس كليك يمين. عندك هنا ممكن تدوس هنا، هيفتح لك مباشره تويبه جديده للترجمه بتاعت جوجل، وهيترجم من هنا عادي. لكن مثلا في طريقه بسيطه جدا، ممكن من خلال الترجم من نفس التبوبه اللي انت فاتحها، السطر ده عادي كده بالظبط. هتحدد السطر اللي انت عايز تترجمه، هندوس هنا على الاضافه، فبالتالي هنا بيظهر اهو الترجمة بتاعتي اهي، ده انجليزي وهنا الترجمة الى عربي. في برضو تالت طريقة ممكن تترجم بيها، احنا ننسخ خصائص ده كده برضو، وهندوس هنا على الاضافة، وهنبدأ نحط السطر ده كده، وهندوس على ترانسليت، وبالتالي برضو هيترجم معانا عادي خالص. برضو في طريقة تانية ممكن تترجم بيها عادي، هنحدد مثلا السطر اهو، هي للاسف لسه ما ظهرتش. انت مثلا يعني انت ممكن تظهر معاك بعد كده، انت بتحدد السطر ده كده عادي ويظهر لك ايقونه الاضافه، بتدوس عليها بيترجم لك ايه في المكان ده بالظبط. يعني في كذا طريقه ممكن تترجم بيها من خلال الاضافه دي. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه لمتابعه الفيديوهات الجديده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.